جمعية إسناد المجتمع بتمويل كريم من مؤسسة وقف الواقفين تنفذ هذا المشروع النوعي الخيري للأسر المحتاجة في محافظة خان يونس وجزء من محافظة رفح. فكرة هذا المشروع تأتي بأنه سوق خيري مفتوح للأسر المحتاجة بحيث تتزود بما يلزمها من احتياجات خاصة خلال شهر رمضان المبارك من تحضير وجبة الإفطار والسحور. عدد المستفيدين من هذا المشروع سيستفيد إن شاء الله أكثر من 950 أسرة على مستوى محافظة خان يونس وجزء من محافظة رفح. تم التنسيق مع الجمعيات العاملة في المحافظة بحيث تم جلب الأسماء منهم تحت معايير خاصة. المستفيد يأتي إلى هذا السوق ويتزود ثلاث أقسام عندنا أو أربع أقسام، قسم للخضروات وقسم للمواد الغذائية وقسم للحوم وقسم للحلوى. يأتي المستفيد ويتزود بما يحتاجه من الخضروات تحت قسيمة شرائية تقدر له، وكذلك للمواد الغذائية واللحوم والحلوى. طبعا هذا السوق هو سوق مجاني للأسر المحتاجة، تم ترشيح هذه الأسماء عن طريق الجمعيات العاملة معنا في محافظة خان يونس وجزء من محافظة رفح. يأتي المستفيد للتزود مجانا من هذا السوق تحت قسيمة شرائية تقدر ب $50.